والمواطن عليه ان يستوعب انه عنده حقوق جديده وان حضور المحامي معاه راو ضمانه ليه باش يحظى ببحث عادل تمهيدا لمحاكمه عادله. حضور المحامي ليس فيه اشكال، ولكن 48 ساعه لضمان حقوق الضحيه، لانه ثم ذي شبهه ثم ضحيه ابريتو، لضمان حقوق الضحية غير كافية الحقيقة، غير كافية. نتحدث على وحدات أمنية ترابية غير كافية لجمع يعني تجميع الأدلة، لأنه شنو دور الضبط العادي؟ أحبابنا ممكن كل واحد يقوم دوره، لسان الدفاع يقوم دوره، لكن دور الضبط العادي زادة لابد من تجميع الأدلة لضمان حقوق الضحية أو المتضرر. أنتر جيمي معاش نحكيه دوا عن المتضرر. فيح الجديد أركز على أنه الاحتفاظ لا يكون إلا بمقتضى إذن قضائي، إذن كتابي يصدر على النيابة العمومية المتعهدة بالبحث، وكذلك التمديد. حتى وإن معناها قال لا يرغب، راه هناك العائلة، لابد من إعلام العائلة في الاحتفاظ، راه لأنه العائلة حين لا تعلمها هي من مبتليات راهو المحاضر، يعني هناك اجراء خلال بالاجراءات في عدم اعلام العائله حينما تحضر، ولها امكانيه تحضر المحامي، وليس هناك اشكال في حضور المحامي، يعني ليس هناك عزوف او معناها الرفض من قبل مأمور ضبط عادي شرطه حرس وتحمل المسؤوليه في هذا الكلام. انه عام ونص من التطبيقات ولم نجد في حضور المحامي الا 19% ككل، والأرقام هذه أرقام لوزارة الداخلية مثلا في سلك الأمن الشرطة فقط دون اعتبار الحرس الوطني على 25,000 إذن بالاحتفاظ. حضر المحامي مع هذه الشبهة في 19% من الحالات فقط. على 25,000 إذن بالاحتفاظ لم يقع تسخير محامين وإلى تعيين محامين، وهي العبارة الدقيقة، سوى في 2% فقط. ما زالت الاستعانة بالمحامين يسيرة وقليلة، ونأكد لكم أنه مثلا ما زالت التدخل الفروع الجهوية في تكليف المحامين لا تتجاوز 3%، وهي نسبة قليلة جدا. حضور المحامي مع هذه الشبهة في مراكز الأمن لا يتجاوز 20%، وهي نسبة قليلة ودنيا وقليلة جدا مقارنة بالدول المتقدمة. نرجع للقانون، القانون اللي كي صدر ودخل حيز التنفيذ، الناس الكل منهم انا ونشطاء المجتمع المدني قلنا يوم تاريخي ويوم ثوري وفات التجاوزات في المراكز. اليوم يتبين معناها اكثر من عام بعد ان التجاوزات متواصله. الارقام الموجوده تبين انه حضور المحامي مثلا يبقى امر نادر. الاعتداءات على المواطنين في أثناء سماحة متواصل، محاضر كاملة تكتب وتتنح، هذا الكل نلقاوه يدل على شنو؟ كان يدل على حاجة، أنه نفاق معناها موجود عام في تونس، الناس الكل تحكي القانون تبدل وما يتطبقش.